السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رابيا خان. اليوم عندنا موضوع ظريف وموضوع جميل وموضوع رائع، وقد تكلمنا فيه في السابق. خلونا ندخل في الموضوع. في فيديو سابق ذكرنا بوابة 88 اللي راح تنفتح اليوم، وهي already انفتحت. هي بوابة ليو جيت بورتل. طبعا هذه البوابة بوابة جدا قوية، وبوابة الأسد اتحاد مع نجمة السيروس. طبعا هذه التفاصيل وأهميتها ذكرتها في فيديو سابق ونزلته على قناتنا باليوتيوب، وموجود هو الرابط في التليجرام بقناتنا. طبعا ميزة هذه البوابة كبيرة جدا ومهمة جدا للجميع. إيش ما كانت موضع الأسد في خريطتك الفلكية. طبعا اليوم راح انزل لكم هذا التمرين. طبعا هذه البطاقه تقدري انت تنزليها، تطبعي على ورقه ابيض وتشتغلي عليها. طبعا هذه البطاقه زي ما انتم شايفين عباره عن دائره، والدائره هذه فيها 3 زوايا اللي هي مثلث 3 6 9. طبعا احنا عشان نستغل الطاقه لبوابه الاسد هنستخدم الرقم الكوني 369. طبعا زي ما انتم شايفين جوا الدائره كمان في شكل على شكل كانه 8. هذا الشكل مرسوم على شكل 8 دلاله على الانفينيتي، علامه الانفينيتي ذات 8 زوايا. لو ركزتوا هتلاقوا فيها 8 زوايا. عشان نفعل طاقة 8 و8 فاليوم راح نستخدم هذا الباترين. فاللي حابين يشتغلون عليه الشغل عليه جدا سهل وبسيط. طبعا احنا هنطبع هذه البطاقة، بعدين هنكتب جوات المثلث. جوات المثلث احنا هنكتب طبعا احنا هنفعل 3 6 9. فعشان نفعل 3 6 9 هنكتب 3 مرات هدف معين، وهو لابد ان الهدف يكون بصيغة الحاضر. مثلا تقولي الحمد لله، ممتنة لله على تحقق الهدف كذا وكذا وكذا. بعدين تكتبي هذه 3 مرات داخل المثلث، بعدين ترجعي تكتبي الهدف بصيغة الحاضر مع مكاسب اللي حصلتي عليها من تحقق هذا الهدف. فتكتبيها 6 مرات وتكتبي الحمد لله، ممتنة لله على تحقق الهدف هذا فلان، الشيء اللي فلان. مثلا حصلتي على الأموال عشان واشتريتي السيارة اللي كنت تبغي فيها، أو حصلتي على الأموال واشتريتي البيت اللي كنت تبغي، أو حصلتي على الوظيفة اللي كنت ترغبين فيها وصار عندك راتب شهري كذا وكذا. فأنت هتكتبين بصيغة الحاضر. في الأول 3 مرات هتكتبي الحمد لله حصلت على الأموال التي كنت أرغب بها، في 3 مرات. بعدين مثلا تكتبي حصلت على الأموال التي كنت أرغب بها واشتريت المنزل التي أريده، أو اشتريت السيارة التي أرغب الحصول عليها وبدي الطريقة. فهذه هتكتبيها 6 مرات. هذا 6 مرات، وثلاث مرات هتنكتب داخل المثلث. خارج المثلث هتكتبي في كل زاوية. لو لاحظتي انت المثلث له 3 زوايا، فالدائرة عندك داخلها 3 زوايا. في كل زاوية هتكتبين 3 مرات 3 مرات 3 مرات من كل اتجاهات، فهتكون عندك 9 مرات. فايش هتكتبين 9 مرات؟ هتكتبين 9 مرات داخل الدائرة، ولكن خارج المثلث هتكتبين نفس الهدف مع كأنه بالحاضر انه تحقق الهدف، مع المكاسب اللي انت حصلتي عليها والشعور اللي انت حسيتيه. مثلا تكتبين الحمد لله، ممتنة لله على الوظيفة التي حصلت عليها التي تحقق لي المكاسب المادية التي كنت أرغب الحصول عليها، والآن أنا أشعر بالامتنان اللامحدود والإنجاز والسعادة بالمنظور الإلهي. طبعا كل واحدة هتصيغ الهدف بالطريقة اللي هي يناسبها. أتمنى يكون الفيديو واضح، وأتمنى أنكم تستفيدون من هذه الطاقة. طيب بعد ما أنا أخلص كتابة الأهداف، وبعد ما أنا أخلص من ذا الشيء، إيش هسوي؟ هجيب 3 شمعات صفرة. طب في ناس هتقول لي أنا ما عندي شمعة صفرة.
خلاص حطي شمعة بيضة، استخدمي الشموع البيضة في كل شيء، ولكن الأفضل إنه الرقم الزاوية اللي فيها رقم 3 ينحط على الرقم 3 شمعة بيضة، وينحط على الرقم 6 شمعة، ينحط على الرقم 3 شمعة صفراء، 6 شمعة صفراء، والتسعة شمعة صفراء، وفي النص شمعة بيضاء. لكن في حال إنه ما تتوفر عندك الشموع الصفراء، خلاص استخدم الشموع البيضاء في كل الزوايا، وفي المنتصف شمعة واحدة. وبدي الطريقة هتولع الشمعة وهتسيبيها إلين ما الشمعة بنفسها تنطفي. لو انطفت الشمعة تشيلي الورقة هذه البطاقة تطبقيها وتحتفظ فيها في مكان، في مكان مش مهمل، لا في مكان انت دائما تستخدميه، مثلا درج انت دائما بتخرجي وبتحطي من فيه اشيائك، مثلا مفتاح، مثلا اوراق عملك، عشان تيجي يدك تلامس يدك، تلامسيها كل فتره وفتره. كل ما فتحتي الدولاب او فتحتي الدرج اخذتي شيء لامست يدك هذه الورقه، لانه الطاقه لابد انها تكون في حاله تفعيل مستمر، في حاله تفاعل معك مستمر. وممكن اذا انت مثلا ما انت خايفه انه احد يطالع في ورقتك، لانه في ناس ما بتحب انه احد يطالع في اهدافهم، فتحب انها تخبي. لكن الناس اللي ما عندها مشكله، مثلا انت انسانه عندك غرفتك الخاصه ما حد يدخلها غيرك، خلاص علقيها في مكان دائما تيجي نظرك فيها، دائما يجي نظرك فيها، دائما تطالعي لها. ممكن تحطيها في برواز وتحطيها على مكتبك تشوفيها كل فترة وفترة، تيجي نظرك عليها، تشيلي منها الغبرة تنظفيها، فتستمر تحتفظي فيها لمدة 6 شهور. في خلال 6 شهور تحققت الأهداف كان بها، لم تتحقق الأهداف. طبعا الأهداف دائما تكون مشروطة بأنك أنت تكوني متفاعلة وتعطي وتأخذي منها الطاقة. تاني شيء، الأهداف ما تتحقق لو جاءت خلال 6 شهور جاء عندك شعور سلبي إنه ممكن الأهداف ما تتحقق. الأهداف ما بتتحقق لو أنت أرسلتي لها طاقة سلبية. الأهداف ما بتتحقق لو خلال 6 شهور أنت ما تفاعلتي مع طاقة هذه البطاقة وهذه الأرقام. الأهداف ما رح تتحقق لو أنت ما كنتي متفاعلة وملتزمة بأنك تسوي الأشياء الأساسية عشان تتحقق الأهداف. زي مثلا أنا مش هكتب أنه والله أنا لقيت الوظيفة وما رح أدور على الوظيفة أستنى البطاقة تحقق لي وتجيب لي الوظيفة إلين عندي، لا طبعا. شروط تحقق الأهداف لابد أنك أنت تحققيها، هي مو معجزة، هي ليست معجزة، مش أنه أنا كتبت أني أنا هحصل على الوظيفة أو حصلت على الوظيفة المناسبة بس أنا ماني قاعدة أدور مستني أحد يجيب لي الوظيفة، ما رح تتحقق الأهداف. أو أنه مثلا أنا أجي أقول أنه أنا قدرت أدخر المبلغ أو قدرت أحصل على المبلغ اللي أنا أحتاجه عشان أشتري المنزل، وأنا لا أشتغل ولا بدخر أموالي، وحتى لو بشتغل الأموال كلها بصرفها بشكل مبذر بدون إدارة مالية منظمة. في دي الحالة ما تتخيلي أو ما تقولي إنه والله ليش ما تحقق الهدف. لابد إنه تكون في شروط تحقق الهدف، شروط تحقق الهدف. لا تكتبي هدف انت ما انت قاعدة تشتغلي عليه عشان لا تنصدمي بعد 6 شهور انه الهدف ما تحقق، لان الموضوع مش سحر، الموضوع ليس سحر وليس معجزة، الموضوع تحقيق تفعيل قانون الاخذ والعطاء. طيب في ناس هتقول لي انا سويت وعملت 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 لكن انا ما تحقق الهدف. هل انت الاستفادة اللي استفدتيها من قناتي هل أعطيتيني شيء؟ هل أعطيتيني شيء؟ فحال أنك أنت ما أعطيتي شيء فقد أخذتي وأخذتي أخذتي أخذتي، هنا أنت ما فعلتي قانون العطاء. الناس اللي ما بتفعل قانون العطاء بس بتاخد بتاخد تاخد تاخد تاخد، هذه ما بتستفيد في حياتها شيء. ليش كثير من الأحيان الناس ما بتعمل دورات مجانية؟ معظم الأحيان بتعمل دورات بمبالغ مالية. حتى لما تعمل دورات مجانية
بتقول لك لو انت تبغي الشهاده خدي الدور وخدي ادفعي مبلغ وقدره، او بتعمل دوره مجانيه لكن بتعطي جزء من المعلومه والجزء الاخر المهم من المعلومه بتقول لك لو انت دفعتي المبلغ الفلاني راح تاخذين الجزء الاخر من المعلومه اللي يعتبر اهم. ليش صارت الناس تسوي كذا؟ لانه لابد تفعيل قانون الأخذ والعطاء. الناس تستسهل موضوع الأخذ والعطاء، ما بتفعله. فخليكي فاكرة وحطي هذه المعلومة في وعيك وزرعيها في اللاوعي تبعك، إنه لو أنت فقط أخذتي وما أعطيتي لن يستمر ما أخذتيه، لن يستمر ما أخذتي. لكي يستمر معك اللي انت اخذتي ويكون فيه وفرة وبركة وخير وثراء، لابد ان يكون هناك عطاء. فاتمنى يكون الكلام واضح ويكون تكونوا تستفيدوا من هذا الشيء. وانا اتمنى للجميع اللي موجودين معايا واللي يستمرون معايا، أتمنى لهم من كل قلبي وأدعو لهم أنهم يستفيدون. ولكن أنا ماني ساحرة، فالموضوع مش سحر، الموضوع كله يعتمد على الطاقة ونوعية الطاقة اللي نحن بنرسلها للآخرين ونجذبها لأنفسنا. فأتمنى للجميع السعادة وأتمنى للجميع الخير والبركة. كانت معكم رابية خان، دمتم سالمين.